معنا اليوم ممثل من ساسو الراسو الأستاذ حسين الشربيني. يا أهلا بيك يا أستاذ حسين. أهلا بيك. النهاردة هنتكلم في مقولة بتقول الصبر مفتاح الفرج. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه، وهنشوف إمتى استعملت الجملة دي، الصبر مفتاح الفرج. بس الأول معانا اتصال. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا أستاذ حسين. بتعرف بحضرتك يا فندم؟ مع سيادتك الشاعر الدكتور أيمن وجدي. يا أهلا وسهلا يا دكتور. الحقيقة أنا من أشد المعجبين بالأستاذ حسين الشربيني، ولذلك كتبت فيه قصيدة من أجمل ما كتبت. يا ريت نسمع منها حاجة. يا حسين الشربيني على الفن مربيني، تمثيلك يعجبني في الفن محببني، فين ما بكون بتجبني وساعات بتوديني يا حسين الشربيني. يا منور على الشاشة في اللونج وفي الكاشة، نظراتك بكاشة، لا أدوارك شريرة وتملي تبكيني كده بقى نخسر بعض. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا دكتور. شعر جميل. شكرا أستاذ حسين. قبل ما نستأنف في الحديث معانا اتصال. أهلا وسهلا يا فندم. لو مساء الخير يا سحس. تعرف حضرتك ليه خير؟ لا عايزين نتعرف يعني. لا ما تخافش. في حاجة يعني ولا محبة كده تعرف؟ لا لا محبة. طب يا سيدي، اولا انت بيقول سحس حسين الامام ولا الشربيني؟ لا ما انا هقول لحضرتك سحس. هو حسين. هو حسين. طيب وانا سحس. مش عايزين نتلخبط بقى. لا اتفضل حضرتك. تحب تقول ايه لاستاذ حسين الشربيني؟ سحس بقى واحنا اتفقنا. اتفضل. ماشي. سحس. اولا انت اسمك ايه الاول؟ انا هقول لحضرتك. معاك ورقه تكتب فيها؟ لا والله ما بشيلش ورقه. حضرتك قول اسمك. انا اصلا ما بعرفش اكتب. طب انا اسمي اسماعيل. تحب توجه حاجه استاذ حسين؟ اقول لحضرتك نكته ممكن يا استاذ سحس؟ يا ريت والله ترضى. مره واحد راح لنجار قال له اعمل لي ترابيزه وكرسيين، قام النجار عمل له كرسي وترابيزتين. شكرا يا فندم. لا حلوه قوي. لا انت بتكملني. بتضحك بتكملني. لا لا حلوه. شكرا استاذ اسماعيل. حلوه يا استاذ اسماعيل. شكرا. حضرتك بتتكلم من القاهره استاذ اسماعيل؟ من القاهره. شكرا. الله يخليك. شكرا جزيلا استاذ اسماعيل. متشكرين جدا. متشكرين يا استاذ اسماعيل. احنا عن الصبر مفتاح الفرج. كم مره ولا قلنا حاجه؟ كم مره قلت الصبر مفتاح. ما تنسانيش بقى يعني. ما تخليش الاستاذ حسين يا اسماعيل. متشكرين يا استاذ. اطلع بقى من دماغي يا اسماعيل. احنا هنخش في موضوع. متشكرين استاذ اسماعيل من القاهره. متشكرين يا استاذ اسماعيل من القاهره. حضرتك اقفل الخط لو سمحت. اقفل الخط. ايوه ما انا خايف اقفل يقفل على اصبعي. شكرا. شكرا استاذ اسماعيل. متشكرين جدا. استأنف الحديث مع الفنان حسين الشربيني. ممكن اسال سؤال؟ يعني ايه استأنف؟ لو سمحت يا استاذ. لو سمحت اقفل الخط من فضلك. اقفله خالص يا استاذ سحس ولا واربو؟ لا خليه كده نص نص. يمكن نعوزه. شكرا. شكرا يا استاذ. لو سمحت. شكرا. استأنف الحديث مع الأستاذ حسين الشربيني. كم مرة تتذكر أنك في أدوارك قلت الكلمة دي، الصبر مفتاح الفرج؟ يا سحس. يا اسماعيل. انت نمت ولا ايه؟ يا اسماعيل والنبي هات الطبنجة من العربية اديله طلقة. طبنجة الماية عارفها. طلقة بالتلاتة. لو سمحت يا أستاذ من فضلك احنا عايزين نستأنف البرنامج. لو سمحت. ده أنا برنامج حلو أوي. ايه ده اتطلقته؟ بس هو برنامج اسمه تترارا تتت. لو سمحت يا استاذ. الله يخرب بيتك يا اسماعيل. على بيت مراتك. اطلع ولا ايه؟ ربنا ياخدكوا. اطلع ولا ايه يا جماعه؟ مش مين كنترول. يا رب اقرا نعيك بكره. اطلع ولا ايه يا كنترول؟ نعي ولا مستوي؟ لا يا هلا. خليك يا استاذ. بتشتمني وتشغلط فيا؟ بتشيلك حاجه يا مدام؟ مش كويس لان يعني انتوا الاثنين هتتشدوا. بتكلم جد. انت بتشتمها ليه يا سحس؟ انت عارفها ولا ايه؟ ما هي باينه من صوتها. طب يا مدام خليك انت محضر صلح بيننا من فضلك. حاضر حاضر. استاذ حسين شربتوا حاجه الاول ولا لا؟ والله ما شربنا حاجه. هو انت مخلينا؟ طب سخن كلهم بسرعه. طب ابعت لنا اتنين شاي. سخن لهم صينيه البطاطس. لو انت جدع كده بعت لنا اتنين شاي وصينيه البطاطس. اقلل لكم كام بيضه ولا افتح لكم البيضه؟ استاذ معيل. استاذ معيل. لا استاذ معيل انا هقول لك على فكره كويسه. امرني. سيبنا نطلع على الهواء وبعدين اشترك معانا في حديث نتكلم فيه. يعني اسيبكم تطلعوا بعد كده انا اشترك؟ ايوه خلاص. بعد ما نطلع. طب بكمل اشتراك بقى. 3 2 السيدات والسادة. ونستأنف. كنا النهارده بنتكلم يا استاذ حسين عن الصبر ومفتاح الفرج.
اكتر من كده صبر، ده انا صبرت صبر ما صبرتوش قبل كده. الكلمه دي يقال انها كل ما يعني نسال حد الممثلين يقول لك ما فيش سيناريو الا ما بيبقى مكتوب فيه، صحيح بيبقى الكلام ده؟ سحس ما ترد ردت الميه بزورك، انت مالك؟ ما تغلطش في اسماعيل، هو بيسالني انا ولا بيسالك انت؟ انا هقول لك على فكره، انت اعمل حديث مع استاذ حسين. يا عم حديث مين؟ اسال استاذ حسين اللي انت عايزه وانا هسمع اهو. اتفضل ايوه. يا سحس عملت مسرحيه في اسكندريه؟ لا لا بجد. لا بجد. طب اصحح لكم العيال يقعدوا معاكم شويه. لا انا مفيش مشاكل ان انتوا تعملوا مسرحيه في الصيف، بس طول السنه نذاكر. طب انت اخر فيلم شفته عجبك الاستاذ حسين الشربيني كان فيلم ايه؟ لو ذاكرتوا طول السنه هخليكم تعملوا مسرحيات في الصيف. احنا عرفنا فعلا انت فين وهتتبهدل. يعني لو انت راجل بجد تعال اقعد معانا. ما انا مشكلة في حاجة بس، مشوار. مشوار؟ لا انا عرفت دلوقتي بالكنترول روم انت فين. انزل من البيت احسن لك. نستأنف احنا الحديث مع بعض يا استاذ حسين. يا ريت. كنا بنقول ايه؟ الصبر مفتاح الفرج. شفت انت فاكر ازاي؟ امال نسيت ده. طب ليه كده بقى؟ ايه ده؟ فاروق.